صارت فرصتي من السنة اللي طافت، ونفس ما تقول إني حاولت إني أجتهد زيادة وأشد حيلي في التمرين والمباريات الودية، ونفس ما تقول الفرصة تيجي في ثانية أو أقل بعد، وأهم شيء إن الواحد يتمسك في الفرصة مالته. ونفس ما تقول خذيت خبرات من كابتن مسعود الزراعي كمان السنة اللي طافت، وهالسنة مع جوميز ومع لؤي. وعلى المنافسة وايد شرسة بين الحراس في النادي، وإن شاء الله القادم أفضل، وأحاول أتمسك بالفرصة اللي جاتني. السر وراء التألق، إذا شفنا أن التألق اللي هو مواظبة على التمارين الجدية، نتعلم من أغلاطنا أول شيء، ونتعلم من أغلاط الغير، والمواظبة على التمرين والاجتهاد، وإنك تاخذ اكبر استفاده من المدرب من الفريق، تحاول تحسن اغلاطك. وعلى مباراه نادي قطر، مباراه وايد قويه بين الفريقين، ونفس ما تقول كل فريق يحتاج 3 نقاط عشان يعدل مركزه في جدول الترتيب. ونادي قطر فريق محترم وعنيد، وان شاء الله نحاول نحن نعطي اكثر ما عندنا في المباراه، ان شاء الله فعلنا 3 نقاط. طموح من الناحية الشخصية أني أحاول أطور من نفسي عن الموسم اللي طاف، وأشد حيلي وأحاول أصلح أغلاطي. على المستوى الجماعي نحاول السنة نشد حيلنا وندش المربع، وإن شاء الله بعدين نفكر في الدوري. شرف لي هذه المقارنة، بس كابتن سعد الشيف أفضل حارس في آسيا، وإن شاء الله أتمنى أوصل لمستواه.